خطورة محتويات تطبيق تيك توك على الأطفال؟ كيأثروا على الصحة النفسية أولاً؟ الدراري صغار كبار كلشي كيدير تيك توك، كيدير دي تشالنج. كاينين شي وحدين اللي تيقدروا يقطعوا مثلا سكة ديال التران ولا شي حاجة وتيبداو يديروا مثلا شكون اللي غيقدر يدير هذه المسألة أكثر. كاين اللي معاها في تيك توك كلهم مثلا خليجيين. وفاش كدير واحد المحتوى كدير راه ما شفتوني حتى شي مغربي. ممكن ندير هاد التشالنج ويكون تافه ويعجب الناس، النص يسبني والنص يعجبو. المراهق هو ما عندوش واحد النضج اللي هو مكتمل باش يعرف الامور الجنسيه، هذه اولا. ثانيا ما غايقدرش يستعملها في الطريق الصحيح. مثلا اشخاص يقدروا يتواصلوا معاه، يقدروا مثلا يبتزوه بنوع من الطرق، يعني كيتفرضوا عليك ديري دي تشالنج اللي انت ما كتكونيش باغيها ومين كترفضي يصورك الفيديو ولا يتشارجيه ويصدق، يعني يبتز ديك البنت ولا ديك داك الفيديو يقول لها راه هذاك الفيديو اللي كنت درت في تيك توك. وهادشي تيقدر يأثر على الإنسان بطريقة اللي تكون سلبية من بعد، اللي يقدر يعطيه الاكتئاب. منطقة محظورة، الثلاثاء على الساعة 10 ليلا. تيليماهوك أحلى في رمضان.